yeah uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيتماء اسماء الحلقات دختوس 25 هي السلسلة تمديين الشيطان يا يتمدين تمديين الشيطان دسم دي العباد اسمنا التسويف التسويف بمعنى التأجيل اريت تاجال بنادم العمل. از الزلخ، ارد غوليتي لي 20. از الزلخ، ارد غوليتي لي 30. از الزلخ، ارد غوليتي لي 40 عام. اريت تأجل اري سمو توي، اري سمو توي التوبه، اري سمو توي الاعمال الصالحه، اري سمو توي ان راه تنفع غير ربي سبحانه وتعالى. اذا التسويف يا الباب خطيره يا الابواب من ابليس. اور تاجلت اشو هو التاجيل؟ دتين العلماء لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فان للغد عمله او تاجلت العمل الواسع سوسكا أش سكا غير سير العمل الواسع اسا العمل نسكا اسكا ان شاء الله العمل نف نسكا نف نسكا ماشي تاجلت العمل الاربعاء نو... الخميس تاجلت العمل الخميس الجمعه مختو جيت العمل يومين ارغوف ديجمع كل شيء وريت سير تاميه اي دغن قضيه تصلاح اي دغ الحكمه تصلاح هي العمل الدنيت ولا العمل الاخره او العمل الدنيت اذا إي إيه تجمعت الخدمة من ثلاث ايام السير يعني ديال واس فقات محن قات كرفس اما العباده ربي هاتيك هي خت الاوقات نس ما العباده غير سلوقت نس تظلت سلوقت خمسه نتزل لك ويا تسلوق الصيام هي رمضان غير سلوقت نس سيغلى الفجر راه غلين انت تظلي تغرس الوقت الزكاة غرس الوقت الحج غرس الوقت نس تبت أسد غريك مثلا يقول رمضان ما غدي الشعبان ما غدي شوال لا يعني ورنا تبت عرفة أرسن عرفة يدي الحجة أسن سعود يدي الحجة إذا يعلمها ربي العبادة كله هو العبادة سلوقت يخصور تسوف تأجلت هاتي نت ايه وانا دشتا ظلي نجمع كل شي تيزيلا تجمع جمعتي ظلة تبطل كل شي تظليت يبطل إيه كل شيء العمل من ترك صلاة العصر حبط عمله هنا يجني تظلت يحبط العمل فكيف هو انه يجمع ظلة لا تؤجل لا تسويف او تأجلت العمل كل عمل غرس لقنس تظلت غرس لقنس الحج غرس لقنس اش حاليا دا غوسيلي الفلوس ما سيتدوش الحج يقي ماري سموتو ياري في الاخر تدو القرعه وري غادي القرعه اما تيدوس غير ربي سبحانه وتعالى يا تسقسخ في العمل ما ياجل ما غاليه تياجل مع ان غرس الاسباب افاد يدو كذلك الزكاه او الزكاه غير في عامين من ثلاث سنين سفختي ختي الصيام يخص يزوم بنان مات العباده ربي سبحانه وتعالى وهكذا مات العباده الا كذلك التوبة لا يتغيمي بنادم يتفارى غراس الشيطان يتفارع بريد نيبليس آري تيني وارد أرد خيط رغو كان توبخ أرد أرد نقولو خستين مغد سبعين توبخ يا ملا صافي الدخل للجامع أو ديك موت غلقنا هت يعني هات توبخ ولا إني ما لديك ضمنات عيش تار ستين مغد سبعين إد العمر نحي الله العمر فوسنا ربا لا سبحانه وتعالى الطيف وفزني فلذلك يخصات توب مولانا سبحانه وتعالى ما حد سل صح تغيطات الزال سول تغيطات الاعمال هتنساو لي الدخ النديس البيت الشاعر ومن يقول اني صغير اصبر ثم اطيع الله حين اكبر فذاك غره ابليس وقلبه مغلق مطموس إذا بنادم ميخصها تا ياسين العمر هيستوري اللي يفوسني أورت أجلت التوبة أورت أورت توخرت التوبة يدا ديال بنادم صغور الرسول صلى الله عليه وسلم وسفلتاتي يدغ القصة ديك العبرة ديك سيادة العبرة النبي صلى الله عليه وسلم يدغر سيادة بنادم يا يعني شعراء اختار العرب يدا الناس نعتي الدين نيكتري غادي سيني غادي الدين نيك أشكون كلشي دا سوا نخفو يدغني الدين إلي غادي تيني ما يدن نحة. إي هي عجبها ديكش مغاون كاينة كتفورغ الناس النبي صلى الله عليه وسلم هان الدين مالك سلان هان تزي الله هان العباده هان المعاملات هان ما يحلان هان ما يحرمن يقيم ولنا غير اللي يصير الناس ويني ني عجبي دغني الدين كله تيحلى يعجبي اي الدين كله تيحلى هات لي غير ويني وين ني لانت ينسنات ينسنات كان معنا ادي تسامحت ديك سنت واخا دات ما يديانتو ان نسنات الناس تيوتمين يعني الزنا الله يحفظ دل الخمر معنى سولة غريغ معنى هاد السوغ الخمر شويه سولة غريغ هاد فسدخ شويه اي يمكن معنى يدغنصنا تريت تنتج وكان كشم غي الدينني الناس نبي صلى الله عليه وسلم لها الدين ربي انا يديك وديك سي اللي اسيتا دخت سر سته ما غادي تختار تا دغا تا كلشي الدين كلوت ما غاديش تكشم الدين كلوت الدين ربي وريه الهضر الناس واش شوف يا محمد غير غادي تحتيانو سكواس اسكواس معناه دو غار الفضاء يود غنسنات المسايل عاد عاد عنق غادي سنت صافي أرد يعني ارض فضاء غادي سنت صافي دو سلمغ صافي كغابريد نيشان يدو يدو رياز النار معنا الهدف نسني اني كاين غن سكواس يغول دي أيسلم ساعة وري كميلا سكواس يموت ورتايل كيمو سكواس النار يموت والعياذ بالله امة مشرك وركشيمس الاسلام يدش جهنم والعياذ بالله ما ينسب بي غالي يدش جهنم التسويف التسوي... سوف افعل سوف اتوب سوف اسلم وهي يا مسلمه تي تو يدغ النوع هاتيني تا قلنا التوب غدا خاطر ار من بعدها قلنا هذا الشيء غيدغ العمل ار من بعدها قلنا هذا غول خصها بريد نربي واخا واخا غير ريبا واخا يعني يعني خدمه غير الفساد واخا كذا واخا كذا ار من بعدها قلنا هذا خصها بريد قلنا التوب ماذا كيضمن العمر ابدا يكتدي دغيك في المقبره من مزان تفت ني خطر لانتفت يعني هن هن دراري مزان دراري دم غورت لا اسكواس الدراري دم غورت لا شهر دراري دم غورت لا عامين دراري 10 سنين الشباب من 20 عام الشباب من 25 القبور كل شيء ديكس الانواع المدن اذا وهي كتيني تاخر لا تؤخر عمل اليوم الى الغد لا لا تؤخر الصلاه او توخر تظل الترتيل وارد يسمور الماتش ارد يسمور المسلسل ارد تكمل تاكورت ارد يكمل الفيلم ماذا إن كنا قناه تعيش اردي يكمل الماتش نا تاكورت ماذا قناه نقنا تعيش ترد تكمل ارد يكمل الفيلم هذا يعني بنادم يخصها دائما اي الموت هي البالنس افاد يتوب ربي عز وجل انا ختم سيد الحديث ان يا النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال الصالحه سبعا سربيات الاعمال الصالحه هاتنا غاد الدون تنسب على الحوايج افن دور السكير العمل الصالح موتا مجهزا يعني هاتنا غاد الدول موت صافي تفضى انتهى العمر موتا مجهزا او هرما مفندا هرما مفندا معنى توسر تدو توسر يدو العقل ورياد ورياد دات السفليت ورياد دات ورياد دات ورياد غور العقل او مرضا مفسدا يدو ديال المرض يصغي من كي إيه 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 تغمرت ورياد تغيطات الزالت ورياد تغيطات السكتاو ديال العمل فقرا منسيا اداد كان الفقر صافي ولات غير تتصدق ولات غير تشير الاعمال الصالحه او غنى مطغيا غنى مطغيا يا الغنى الصغان تفخت يعني خفوا بريدنا ربي سبحانه وتعالى او الدجالة عندنا غادي الدجال يَفْكِي فيت سول ترتيت غير غتوب غير الدجال, الدجال والعياذ بالله غتداد علامات الساعه او الموت والموت ادهى وامر يا دي الموت يا فيت سول ترتيت التبغ اختمك ربيس الخاتمة ورحلين أنت ترى ربي عز وجل يوفق للخير الخير يختم اختمامس الخاتمة الحسنة دس اختم العباد العباد الصالحين اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنة التي ختمت بها لأوليائك وعبادك الصالحين آمين والحمد لله رب العالمين